بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج يو اس ال كيف تنظر الحكومة الأمريكية لقمع الميليشيات للمتظاهرين الليبيين؟ وماذا تعني دعوة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف يو اس ال لهذا الأسبوع الدكتور نايل غاردنر وهو مدير مركز في مؤسسة هيريتج للأبحاث في واشنطن قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة كان غاردنر مستشارا للشؤون الخارجية لرئيسة وزراء بريطانيا سابقا مارغريت تاتشر غاردنر باحث متخصص في العلاقات الأمريكية الأوروبية وفي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صنفته صحيفة الديلي تيليغراف كأحد أهم الباحثين الأمريكيين من أصل بريطاني ويكتب الدكتور غاردنر في كبريات الصحف الأمريكية البريطانية والأوروبية اهلا بك دكتور غارنر وشكرا لتلبيتك دعوتنا عبر شاشه السكايب. الحكومه التي تفتخر دوما بانها المعترف بها دوليا واجهت الاحتجاجات بالقمع والنار والميليشيات. اي رساله للعالم يوجه السراج؟ اعتقد ان هذا يؤدي الى الكثير من الاضطراب داخل حكومه الوفاق الوطني. وبالتاكيد فالاجراءات الاخيره لهذه الحكومه في طرابلس اثارت مخاوف دوليه بشان قمع الاحتجاجات في شوارع طرابلس وبعض المدن الاخرى ايضا وليبيا الان في حاله من الاضطراب الاقتصادي الهائل وهذا نتيجه للوباء ولكنه ايضا نتيجه للحرب الاهليه المستمره وللوباء المنتشر في جميع انحاء البلاد وهكذا تواجه ليبيا تحديات هائله وقد استجابت الحكومة لموجة من الاحتجاجات في الشوارع من خلال استخدام أساليب قمعية الأمر الذي تسبب بالطبع في الكثير من الجدل داخل الحكومة الليبية أيضا وهناك الآن انقسام كبير داخل حكومة طرابلس حول هذه المسألة ولكن ما هو رد المجتمع الدولي؟ حسنا بالتاكيد اعتقد ان هناك قلق دولي وعلى ما اظن ليس من المرجح ان نرى نوعا من التدخل الدولي في هذه المساله بالذات ولكن بالتاكيد فتصرفات الحكومه الليبيه وتصرفات رئيس الوزراء قد اثارت الانتباه في جميع انحاء العالم وخاصه في اوروبا وكذلك في الولايات المتحده ولكن ارى ايضا ان هناك عدم رغبه في المشاركه مباشره فيما يعتبر مساله داخليه من حيث التعامل مع الاحتجاجات في شوارع المدن الليبيه في هذا الوقت ولكن يبقى ان نرى ما سيحدث اذا تصاعدت حده الاضطرابات في طرابلس واذا ما نظر الى رد الحكومه علي انه قمعي بشكل مفرط وبالتاكيد اعتقد اننا سنرى عندها المزيد من الادانات لما يحدث Uh, I think البريطانية أن جهود بناء السلام في ليبيا محل شك وسط الاقتتال الداخلي في حكومة الوفاق هل ستنجو حكومة السراج من هذه الأزمة؟ هذا سؤال جيد. Uh, ولابد من القول ان ليبيا ظلت في حاله ازمه منذ سنوات عديده وهذا هو احدث تكرار لتلك الازمه ولديكم صراع بين رئيس الوزراء ومؤيديه ووزير الداخليه ومؤيديه وبالتالي لديك حكومه منقسمه في طرابلس ويبقى ان نرى نتيجه هذا الصراع ولكن هذا بالتاكيد يثير بعض الشكوك حول مستقبل المفاوضات التي تشتد الحاجه اليها والتي تعد ضروريه من اجل وضع نهايه كامله للحرب الاهليه في ليبيا وبالتالي فان هذا الاضطراب داخل حكومه الوفاق الوطني لا يفيد بالتاكيد من حيث رغبه القوى الغربيه في التوصل الى تسويه سلميه بين جميع الجهات الفاعله المختلفه في ليبيا وعدم استقرار الحكومه في طرابلس هو بالتاكيد مدعاه للقلق وسيتعين علينا ان نرى كيف تتكشف الاحداث في الاسابيع القادمه ولكن أعتقد أننا ننظر إلى فترة من عدم الاستقرار في ليبيا في هذا الوقت يعني ألا تثير هذه الاحتجاجات الشكوك بشرعية حكومة الوفاق نعم أعني أعتقد أن هذا هو السبب في أننا بحاجة لأن نرى انتخابات حرة ونزيها تجرى في جميع أنحاء البلاد واعتقد انه كانت هناك دعوات لاجراء انتخابات في مارس من العام المقبل. نحن بحاجه لان نرى حكومه تحظى بدعم كامل من الشعب الليبي ومنتخبه ديمقراطيا. واعتقد ان من مصلحه الجميع اجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن لليبيا. كما اننا بحاجه لرؤيه حكومه مستقره تحظى بدعم الشعب الليبي في الوقت الراهن. بالتاكيد هناك قدر كبير من الاضطرابات في الشارع الليبي. وهناك ايضا ان تعاسه متزايده ازاء الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. واعتقد ان الشعب الليبي يريد ان يرى حكومه مستقره والناس يريدون رؤيه حكومه ديمقراطيه وحكومه ستحسن وضع الاقتصاد الليبي. وهكذا فعدم استقرار حكومه الوفاق وهذه الانقسامات الحاليه بداخلها تثير الكثير من علامات الاستفهام حول ما سيحدث بعد ذلك. نعم بالفعل، دكتور غاردنر وأصدرت الأمم المتحدة بيانا دعت فيه إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي. هل تعتبر ذلك نزعا للشرعية الدولية عن الحكومة التي تتألف من قادة ميليشيات وشخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين؟ نعم اعتقد ان هناك قدرا كبيرا من القلق داخل الامم المتحده وهناك الكثير من القلق هنا في واشنطن وعبر العواصم الاوروبيه فيما يتعلق بعدم استقرار الحكومه وما يتعلق بالفساد المنتشر داخل هذه الحكومه وايضا الكثير من القلق بشان الارتباطات مع الاخوان المسلمين فالاخوان المسلمون يعتبرون اشكاليه كبيره من قبل العديد من الحكومات الغربيه وعلى العديد من الجبهات اعتقد ان هناك قلقا بشان الشرعيه الطويله الاجل لحكومه تجد صعوبه كبيره في كسب احترام الشعب الليبي ولذلك نحن بحاجه الى رؤيه اجراء انتخابات حره ونزيهه واظن ان هذا هو موقف الامم المتحده وهو ايضا موقف حكومه الولايات المتحده اي رؤيه عمليه ديمقراطيه شامله يتم تنفيذها بالفعل ولا بد من القول هنا ان الكثير من الاجراءات التي تتخذها الحكومه الحاليه تثير الكثير من التساؤلات حول قدرتها على البقاء على المدى الطويل وما اذا كانت مشروعه حقا في نظر الشعب الليبي وكذلك في نظر المجتمع الدولي الاوسع بطبيعه الحال. ولكن ما هو الموقف الامريكي من الانتخابات في ليبيا؟ لا يمكننا رؤية إمكانية إجراء الانتخابات ما لم تكن لدينا عملية سلام في جميع أنحاء البلد. وبالتأكيد لا يمكن إجراء الانتخابات إذا كانت الحرب الأهلية قائمة. ولذلك هناك أمل في أن تسفر الحوارات الأخيرة بين حكومة الوفاق الوطني وممثلي الجنرال حفتر عن سلام دائم. ولكن في الواقع لدينا العديد من اللاعبين الدوليين داخل ليبيا مع وجود قوات لهم على ارض الواقع وهذا يشير الى اننا قد نكون بعيدين عن بيئه مواتيه لاجراء انتخابات يمكن اعتبارها مشروعه بالكامل لذلك الكثير والكثير من علامات الاستفهام الكبيره هنا ونحن بحاجه الى ان نرى السلام قد استقر من اجل اجراء الانتخابات ونرى ان جميع الاطراف لا تتمسك بالوعود التي قطعت على طاوله المفاوضات في مناسبات عديده كان اخرها في اواخر اغسطس ولكن يجب ان يكون لدينا استقرار حقيقي على ارض الواقع حتى تجرى الانتخابات التي يعتبرها الجانبان مشروعه السفارة الأمريكية في ليبيا قالت في تغريدة إن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون وتحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي، تأكيد على أن واشنطن ليست طرفاً، أليس كذلك؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ليست متدخلة مباشرة على الأرض في طرابلس. ولكن الولايات المتحدة بالتأكيد تحث جميع الأطراف على العمل معا لدفع قضية السلام والاستقرار والديمقراطية. وبالتالي فالصوت الأمريكي مهم جدا على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست متورطة مباشرة على الأرض داخل ليبيا باستثناء العمليات العسكرية المحدودة ضد داعش والقاعدة وغيرهما من المنظمات الإرهابية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. ولكن اود القول ان الولايات المتحده بالتاكيد ليست متدخله في قياده عمليه السلام داخل ليبيا في هذا الوقت فالولايات المتحده تتراجع وتترك الجهات الفاعله الدوليه الاخرى تتحرك في ليبيا الولايات المتحده لديها العديد من اولويات السياسه الخارجيه في جميع انحاء العالم تمتد من الشرق الاوسط الى اسيا واعتقد ان ليبيا بالتاكيد ليست اولويه قصوى للحكومه الامريكيه في هذا الوقت لكن في الوقت نفسه فليبيا مهمة للولايات المتحدة. ومن وجهة نظري فهناك بالتأكيد مجال لدور أكثر قوة من حيث القيادة داخل ليبيا. ويجب أن لا ننسى الأهمية الاستراتيجية لليبيا في البحر المتوسط. وليبيا باعتبارها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، هي بالتأكيد من الناحية الاستراتيجية بلد مهم جدا من حيث الاهتمام والبعد الدولي. ولكن من المؤكد ان الولايات المتحده لم تطلع كما اقول بدور قيادي في الخط الامامي في قضيه ليبيا على مدى السنوات القليله الماضيه ويبقى ان نرى ما اذا كانت ستزيد من ذلك الدور ولكن ما اعتقده هو ان لدينا في الوقت الراهن اداره متردده في التورط بعمق في الشان الليبي بسبب التعقيدات الضخمه للوضع الليبي وحقيقه انه توجد حكومه امر واقع في السلطه وهي حكومه معيبه للغايه في العديد من النواحي وايضا تفتقر الى الشرعيه في بعض المناطق وماذا عن جهود السفاره الامريكيه في ليبيا وجهود السفير نورلاند هل يكفي ذلك اعتقد ان الرئيس ترامب ليس حريصا على التورط مباشره فيما يحدث الان لان ملف ليبيا يختلف كثيرا عن عمليه السلام في الشرق الاوسط الاوسع نطاقا التي شهدناها في الاشهر الاخيره ومحاولات الولايات المتحده لقيادتها من حيث المفاوضات بين اسرائيل وعدد من دول الخليج وبالتالي لا ترغب الولايات المتحده في المشاركه في ليبيا باسلوب مماثل وهكذا تسمح الولايات المتحده للجهات الفاعله الدوليه الرئيسه الاخرى لان تاخذ زمام المبادره في هذا الشان ولكن لابد من القول ان بعض هذه الجهات الفاعله الدوليه مثل تركيا وروسيا على سبيل المثال لا تضع المصالح الحقيقيه للشعب الليبي نصب اعينها وبالتالي فالقياده الامريكيه دائما ذات اهميه حيويه في مثل هذا الامر ومع ذلك لم نرى الولايات المتحده تلعب دورا محوريا فيما يتعلق بالحاله الليبيه على مدى السنوات القليله الماضيه هل يندرج ذلك ضمن شعار ترامب امريكا اولا نعم اعني ان شعار امريكا اولا لم يكن يعني انعزاليه الولايات المتحده بل اعتقد ان الولايات المتحده تقود بقوه في العديد من مناطق العالم ولكن ارى ان هناك اعترافا في واشنطن وبالتاكيد مع هذه الاداره بان هناك حدودا للقوه وقد اعطت الاداره الحاليه الاولويه لمجالات السياسه الخارجيه الاخرى واعتقد ان الواقع في كثير من الاحيان انه عندما لا تطلع الولايات المتحده بدور قيادي بالكامل فعندها تتدخل الجهات الفاعله الاخرى وفي بعض الاحيان لا تتصرف تلك الجهات الفاعله دائما بما يخدم مصالح البلدان المعنيه على افضل وجه لذلك اعتقد انكم ترون ذلك في ليبيا اليوم حيث لديكم عددا من اللاعبين الدوليين غير الامريكيين الذين يتدخلون في الصراع ولا يعطون اهميه لقضيه تحقيق السلام على وجه الخصوص واذا نظرنا الى موسكو وانقره فتورطهما الحالي في ليبيا وفي هذا الوقت غير مفيد على الاطلاق ولكن لا اعتقد ان الوضع سيتغير بشكل كبير من حيث السياسه الخارجيه الامريكيه بغض النظر عن نتيجه الانتخابات الرئاسيه ولا ارى ان هناك شهيه عامه في واشنطن للمشاركه بشكل كبير في ليبيا لان ذلك قد يشمل على سبيل المثال نشر قوات امريكيه على الارض والولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد التورط في حرب أهلية داخل ليبيا لذا أعتقد أن تدخل الولايات المتحدة سيكون بالتأكيد محدودا للغاية وسيقتصر على الضغط الدبلوماسي وأيضا بطبيعة الحال ستكون هناك عمليات عسكرية محدودة ضد المنظمات الإرهابية الإسلامية شاهدنا التدخلات التركيه والروسيه في سوريا وشاهدنا نتيجه ذلك حرب اهليه استمرت لاعوام وما زالت مستمره هل سنشهد ثوره ليبيا وهل اصبح مصير الليبيين بين ايدي روسيا وتركيا Well بالتاكيد، أرى أن تركيا وروسيا برزتا كأكبر قوتين من بين الجهات الفاعلة الأجنبية داخل ليبيا، ومصر أيضا أصبحت مشاركة في الملف الليبي بشكل متزايد، ولكن أود القول إن أنقرة وموسكو هما إلى حد بعيد أقوى لاعبين أجنبيين على الجبهة الليبية في هذا الوقت، وبالطبع فتركيا وروسيا أيضا كما ذكرت نشطتان للغاية في سوريا. وحسب رايي اؤكد بان تدخلات تركيا وروسيا في سوريا لم تكن مفيده للغايه واعتقد اننا نرى الان مثيلا للحرب الاهليه السوريه تندلع ايضا في بعض الاماكن داخل ليبيا مع وجود الالاف من المرتزقه السوريين يقاتلون في ليبيا نيابه عن كل من تركيا وروسيا اي هناك قوه مقاتله على كلا الجانبين حيث لدينا ما يصل الى عشره الاف مرتزق سوري يقاتلون ولبعض هؤلاء المرتزقة علاقات مع التنظيمات الارهابية الاسلامية الجهادية بما في ذلك داعش وبالتالي فان تصرفات انقرة وموسكو لم تكن مفيدة للغاية في سوريا كما انها غير مفيدة للغاية في ليبيا واعتقد ان كلا البلدين يعرضان ليبيا لاستمرار العنف والفوضى والحرب الاهلية وهذا ليس في مصلحة الشعب الليبي على ما اعتقد شكرا جزيلا دكتور غاردنر لهذه المداخلة فاصل صغير ونعود مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الثانية من برنامج يؤسأل لهذا الأسبوع مع ضيفي لليوم الدكتور نايل غاردنر دكتور غاردنر مورغان أورتيغس المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في بيان نواصل تعبير مخاوفنا بشأن علاقة الحكومة التركية بحماس على أعلى المستويات وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها الرئيس إردوغان قيادة حماس في تركيا هذا العام كيف تقرأ اعتراض الولايات المتحدة القوي على تحرك إردوغان؟ The, uh, administration لقد أوضحت الإدارة الأمريكية تماما أنها تعتبر العلاقة الوثيقة بين تركيا وحماس غير مفيدة للغاية وخطرة أيضا فحماس منظمة أراقت دماء أمريكية وهي واحدة من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم والتي يتم تمويلها وتسليحها بدعم من إيران ومن دواعي القلق الشديد أن دولة حريفة في الناتو هي تركيا ليس فقط تلتقي مع قياده حماس بل ايضا كما ذكرت الصحف البريطانيه تمنح بعض قاده حماس الجنسيه التركيه الامر الذي يمكن قياده حماس من التنقل بحريه اكبر عبر انحاء العالم بما في ذلك عبر اوروبا وهذا بالطبع سبب لقلق كبير وهكذا كانت الانتقادات من الولايات المتحده قويه للغايه تجاه هذه الاجراءات التركيه وهذا دليل كما اظن على انها سياسه خارجيه متهوره للغايه من جانب حكومه اردوغان. وقد دابت الحكومه التركيه على نهج سياسه الجسور المحترقه بسرعه كبيره مع الولايات المتحده والعديد من حلفائها. وبالتالي فالبيان الامريكي ضد التصرفات التركيه كان على ما ارى من بين اقوى التصريحات التي اعلنتها الولايات المتحده ضد الحكومه التركيه خلال عقود عديده. إذا هذه علامة على عدم الرضا الكبير في واشنطن فيما يتعلق بأعمال تركيا، وفي الأساس فقد انضم اردوغان إلى واحدة من أسوأ المنظمات الإرهابية في العالم، كما أنه ينضم إلى طهران والنظام الإيراني، وهذا ينظر إليه من قبل الولايات المتحدة على أنه خطوة متهورة جدا وخطيرة. يعني هل يهتم الرئيس ترامب بهذا الموضوع؟ حسنا، أعتقد أنه قد اهتم بالفعل ولذا رأينا ذلك البيان من مورغان أورتيغا وهذا صادر من وزارة الخارجية هذا بيان سيكون مئة في المئة مدعوما من قبل البيت الأبيض كذلك ولذا لا أعتقد أن هناك أي خلاف بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض حول هذه المسألة ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هناك الكثير من عدم الرضا في واشنطن خلال العامين المنصرمين مع الإجراءات التركية على العديد من الجبهات منها سجن القس برونسون الذي اطلق سراحه في نهايه المطاف ثم تدخل تركيا في روسيا الذي كان موضع معارضه شديده من قبل الولايات المتحده كما ادانت الولايات المتحده بشده شراء تركيا لمنظومه دفاع صاروخي روسيه الصنع وعلى العديد من الجبهات كان هناك الكثير من التوتر بين انقره وواشنطن اذا هذا هو احدث مثال على ذلك واعتقد ان البيت الابيض ايضا مهتم جدا بتصرفات تركيا وليست وزاره الخارجيه فقط يعني كيف تتوقع ان يكون الرد الامريكي على ذلك حسنا اعتقد انه اذا استمرت الحكومه التركيه في تطوير علاقه وثيقه مع حماس فان ذلك سيصبح قضيه ضخمه تثير قلق الولايات المتحده وبالفعل فقد راينا الولايات المتحده في العامين الماضيين تفرض عقوبات على المسؤولين الاتراك في قضيه القس برونسون على سبيل المثال. ويمكن ان نشاهد تحركا امريكيا مماثلا ضد المسؤولين الاتراك الذين على سبيل المثال لديهم اتصالات وثيقه مع حماس. لذا اعتقد ان كل شيء مطروح على الطاوله من حيث الضغط السياسي الامريكي على تركيا والوضع معقد بعض الشيء بسبب حقيقه ان تركيا بطبيعه الحال هي حليف مهم للناتو الامريكي فتركيا والولايات المتحده عملتا معا بشكل وثيق في افغانستان ولكن في الوقت نفسه لا يمكن للولايات المتحده ان تقبل تحالف تركيا الوثيق مع حماس الا ان الاداره الحاليه لم تحدد بالضبط الاجراءات التي ستتخذها ضد المسؤولين الاتراك الذين يلتقون مع قياده حماس لذا علينا ان ننتظر لنرى ما سيحدث ولكن انا متاكد من ان واشنطن سترد على ما يحدث هنا فلا يمكن ان يكون حلفاء الولايات المتحده متعاونين مع المنظمات الارهابيه فهذا امر غير مقبول تماما كما ان هناك القضيه الاكبر وهي التعاون التركي مع ايران ايضا الامر الذي يثير قلقا كبيرا هل برأيك يقاتل اردوغان في ليبيا من اجل تركيا ام نيابه عن الاخوان المسلمين؟ حسنا هذا سؤال جيد حيث اعتقد ان لديه علاقات وثيقه مع الاخوان المسلمين وهذه قضيه مثيره للقلق الهائل. ومع ذلك فالرئيس التركي يتخذ قراراته بنفسه والكثير من هذه القرارات ذات مخاطر عاليه ويتخذها بناء على ايديولوجيته الاسلاميه الخاصه. واعتقد كذلك ان تركيا تتصرف على نحو متزايد في مسائل عاليه الخطوره وبنمط محفوف بالمخاطر على نحو متزايد. وارى ان اردوغان يتخذ قرارات مضره للغايه بالشعب التركي. ولهذا السبب اعتقد ان حكومته تواجه معارضه سياسيه متزايده في الداخل الى جانب ان هذه الحكومه في ورطه اقتصاديه، اظن ان تركيا في حاله قصوى من عدم اليقين والركود الاقتصادي في هذا الوقت، اضافه الى ان اردوغان يعزل بلاده بشكل متزايد على الساحه الدوليه. اعني هو الوحيد الذي يمكنه الاجابه على السؤال عن سبب اتخاذ مثل هذه القرارات. وأن تركيا لديها عدد أقل فأقل من الأصدقاء على الساحة الدولية أصدقاؤه المقربون الآن يوجدون في موسكو وفي طهران مع أنظمة منبوذة وهو يتحرك أبعد فأبعد بعيدا عن الولايات المتحدة والغرب وضد التحالف الغربي مع أنه لا يزال لديه موطئ قدم داخل حلف شمال الأطلسي ولكن أرى أن أردوغان يفقد احترام الكثير من العالم الحر في هذا الوقت من خلال أفعاله وأرى أن سلوكه فيه كثير من الحماقة والتهور في هذه المرحلة. يعني ماذا يريد إردوغان أن يحقق من خلال اختراع أزمة بعد أزمة؟ حسناً، أعتقد أن لديه هذه الرؤية لتركيا كقوة إقليمية عظمى، وهو يؤمن باستخدام القوة العسكرية التركية في الخارج. وذلك ما رايناه في ليبيا كما راينا ذلك في سوريا على سبيل المثال اردوغان يعتقد انه ينبغي احترام تركيا كقوه عالميه والحقيقه بطبيعه الحال هي ان تركيا ليست قوه عالميه لكنها بالتاكيد جهه فاعله اقليميا لكن بالتاكيد فقوه تركيا محدوده جدا وهي دوله تعاني من مشاكل اقتصاديه هائله وكما نرى في ليبيا هناك حدود لما تستطيع تركيا القيام به عسكريا ولذلك اعتقد ان الرئيس اردوغان شخص يعاني من اوهام العظمه ونحن نرى اللعب بهذه العظمه على العديد من الجبهات هنا والنتيجه النهائيه هي تركيا الاكثر فقرا واكثر عزله وبلا اصدقاء وتجد نفسها بشكل متزايد في تدخلات عسكريه باهظه الثمن وهذا ليس قبولا على الاطلاق من الشعب التركي في الواقع تظهر استطلاعات الراي ان معظم الاتراك غير راضين عن التدخل التركي في سوريا وفي ليبيا كذلك نعم وبالحديث عن المشاكل الاقتصاديه التي تعاني منها تركيا المصرفان المركزيان التركي والليبي وقع اتفاق تعاون هل يحاول اردوغان استخدام الثروه الليبيه لمساعده اقتصاده المتعثر بالتاكيد اعتقد ان هذا هو الهدف على المدى الطويل وكانت لديكم علاقه طويله الامد بين تركيا وليبيا لا اشك في ان الحكومه التركيه تعتبر ليبيا استثمارا ماليا جيدا على المدى الطويل وهذا ايضا جانب كبير من تفكيرهم الاستراتيجي وقد تم عقد الكثير من الصفقات بين الشركات التركيه والحكومه الليبيه على مدى السنوات الماضيه وتعد هذه الاتفاقيه المصرفيه الاخيره مثالا على استمرار العلاقات الاقتصاديه الوثيقه بين البلدين وتريد تركيا ايضا ان تكون لها حصه كبيره جدا في قطاع صناعه النفط في ليبيا لقد بدأت ليبيا الآن من جديد في تصدير النفط، على الرغم من أن المعدل أقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات عديدة، وربما أقل من 10% من حيث كان قبل عقد من الزمان. ولكن أظن أن تركيا تفكر على المدى الطويل هنا، وترى أن هناك فوائد اقتصادية من علاقتها مع ليبيا. ولكن هناك أيضاً تكاليف اقتصادية كبيرة للحفاظ على آلاف الجنود والمرتزقة داخل ليبيا. حتى على فرض أن هناك مقايضة اقتصادية بموجب هذا الاتفاق المالي يتعهد المركزي الليبي توفير السيولة من العملات الأجنبية للمركزي التركي عن طريق سحب الاحتياطات الليبية من البنوك الأوروبية وضخها في المركزي التركي لإنعاش الليرة هل هذا نهب رسمي لأموال ليبيا؟ من الواضح أن تركيا تحتاج إلى احتياطات من العملات الأجنبية، وهي ترى فائدة اقتصادية كبيرة من علاقتها مع ليبيا، وهي بالطبع في هذه الحالة اليائسة، حيث تحتاج ليبيا إلى دعم تركي، ولن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من البقاء بدون التدخل التركي، وهكذا منعت تركيا سقوط طرابلس على قوات الجنرال حفتر. وبالتالي فإن حكومة الوفاق الوطني مدينة لتركيا التي تطالب الآن بسداد هذه الديون. ونعم، أعتقد أن تركيا تستغل الآن اعتماد حكومة الوفاق عليها عسكريًا. فبهذا الدعم العسكري التركي في هذا الوقت بالتأكيد، أعتقد أن تركيا تستغل الوضع بشكل كامل. وتستغل ليبيا لمصلحة اقتصادية خاصة بها. ومن الواضح جدًا أن هذا هو الحال الآن. ولا أعتقد أن تركيا تهتم أكثر برفاه الشعب الليبي ولكن لها مصلحة مالية واقتصادية محددة للغاية في ليبيا وهي تستغلها في هذا الوقت بالفعل وكتب فهيم تستكين في موقع المونيتور بعد فشلها في تعزيز تدخلها العسكري في ليبيا أقرت أنقرة على مضض وقف إطلاق النار ولكن طموحاتها تبدو سليمة في العملية التي تجري هناك. كيف ترى مغامرات اردوغان في ليبيا؟ حسنا، اعتقد ان الرئيس التركي يرى ليبيا القطعة الثمينة المكملة لهذه الاحجية التركية الكبيرة. ولذا يود اردوغان ان يرى ليبيا كجزء من مجال نفوذ تركيا. ويرى ايضا ان ليبيا مفيده اقتصاديا على المدى الطويل نظرا لاحتياطات النفط الكبيره فيها واعتقد ان طموحه على المدى الطويل لليبيا هو ان تصبح ليبيا دوله تابعه لتركيا واظن ان هذه هي الخطه الطويله الاجل هنا بالنسبه لليبيا اي تدور في فلك القوه والنفوذ التركي وسوف تجني تركيا الفوائد الاقتصاديه ولكن ايضا ستحقق منافع استراتيجيه بسبب موقع ليبيا المهم للغايه على ساحل البحر المتوسط فليبيا في وضع استراتيجي جيد للغايه بالنسبه للمصالح التركيه وتود تركيا ان ترى ليبيا ضمن نفوذ او مجال انقره وليس ضمن نطاق اوروبا ولكن ماذا عن وقف إطلاق النار؟ هل برأيك سيستمر وقف إطلاق النار في ليبيا؟ لا بد من القول إن أي نوع من وقف إطلاق النار يتفق عليه في ليبيا يتعين التعامل معه بقدر كبير من الشكوكية لأن اتفاق وقف إطلاق النار السابق لم يصمد طويلاً واستؤنف القتال بسرعة ولذا لا أستطيع القول أن لدي قدرا كبيرا من الثقة في وقف إطلاق النار الأخير هذا حيث يمكن أن يعودوا للقتال في فترة قصيرة جدا لذلك لا بد لي من القول إن السوابق التاريخية لصمود وقف إطلاق النار ليست جيدة في ليبيا كتب سلقان حق أوغلو في الواشنطن بوست أن التوسع العسكري لإردوغان في العديد من البلدان بما في ذلك ليبيا، رفع الميزانية العسكرية في وقت يضعف فيه الاقتصاد التركي، لماذا هذه العسكرة التركية في العالم؟ لا شك أن العمليات العسكرية التركية باهظة التكلفة، وهي عبء ثقيل للغاية على الجيش التركي، لكن يبدو أن الحكومة التركية ترى الصورة الأعم. وترى ان هناك فوائد استراتيجيه من نشر قواتها العسكريه في الخارج ولذلك فهي ترى انه من اجل تعزيز قوه تركيا وقيادتها في المنطقه يجب دعم ذلك بالقوه العسكريه وهذا هو التفكير وراء زياده الانفاق العسكري حتى في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد التركي في ورطه خطيره وبالتالي فرايي ان المستوى العالي جدا من الانفاق الحربي التركي غير قابل للاستمرار ما لم تقم تركيا برفع مستوى نموها الاقتصادي بشكل كبير لكن ليس هناك دليل على ان باستطاعه تركيا زياده قدرتها الاقتصاديه واعتقد ايضا انه في اعقاب جائحه كوفيد 19 سيكون من الصعب جدا على تركيا ان تكون قادره على تنميه اقتصادها بالقدر الذي تحتاجه من اجل تمويل زياده كبيره في الانفاق العسكري. لذلك من المكلف للغايه خوض الحروب في سوريا وليبيا. وبالتالي ارى انه في نهايه المطاف سوف تضطر تركيا الى الحد من وجودها العسكري في كلا البلدين من اجل الحفاظ على خطتها العامه للدفاع. لأن ميزانية الدفاع مكلفة للغاية ولا يوجد ما يكفي من المال لتغطيتها إلا إذا كانت الحكومة التركية سترفع من نسب الضرائب بشكل كبير والتي لا تحظى بشعبية كبيرة بالنسبة لعموم الأتراك دكتور غارنر ماذا يجمع بين واشنطن وأنقرة؟ الجواب بعد الفاصل مشاهدينا تابعونا فاصل صغير ونعود اهلا بكم مشاهدينا في الفقره الثالثه والاخيره من برنامج اسال لهذا الاسبوع مع ضيفي لليوم الدكتور نايل غاردنر دكتور غاردنر ماذا يجمع بين واشنطن وانقره في ليبيا حسنا اعتقد ان الاهداف الامريكيه والتركيه مختلفه جدا في العديد من النواحي بمعنى ان الولايات المتحده لا مصلحه لها في تواصل القتال داخل ليبيا وهكذا ادانت الولايات المتحده بشده التدخل العسكري التركي في ليبيا لذا فهناك طرفان متعارضان يتنافسان في ليبيا وبشكل عام سيكون من مصلحة الولايات المتحدة وتركيا على المدى الطويل أن يكون في ليبيا حل سلمي لهذه الحرب الأهلية إلا أن تركيا تغذي النار بالحطب وتشعل الحرائق داخل ليبيا وفي رأيي أن أنقرة وواشنطن في الحقيقة على طرفين نقيض هنا من حيث الرغبة في إحلال السلم لأن تركيا في الواقع لا تحقق السلام في ليبيا على الرغم من أنها يجب أن تفعل ذلك ويجب ان يكون من مصلحتها تحقيق السلام في البلاد. ولكن الحقيقه هي ان تركيا لا تسهم فعلا في ذلك السلام في الوقت الراهن. واقول ذلك من حيث سياسه المدى الطويل. وكان يجب ان تكون اهداف اردوغان هي ان تنبثق ليبيا الديمقراطيه السلميه والحره. لكن تركيا لا تساعد في هذا الشان. نعم وهذه بالتأكيد الرسالة التي تعلنها الحكومة الأمريكية بأن تركيا بحاجة إلى أن تنضم إلى جهود تحقيق السلام في ليبيا لكنها لا تفعل ذلك في الوقت الراهن وماذا عن الدور الروسي؟ أي دور يثير المخاوف أكثر؟ التدخل الروسي أو التدخل التركي؟ اعتقد من وجهه نظر واشنطن ان كلاهما غير مفيد للغايه وارى ان كلا الجانبين يطيل بشكل اساس هذه الحرب الاهليه التي يجب ان تنتهي كما ان ادانه روسيا وتركيا لتدخلهما كانت قويه جدا من قبل الاداره الامريكيه حيث تعرض كل من الروس والاتراك لانتقادات شديده من قبل الولايات المتحده واعتقد ان هناك بشكل عام مخاوف اكبر بشان ما تقوم به روسيا لأن روسيا خصم أمريكي على الساحة الدولية بينما لا تزال تركيا حليفا في الناتو ولذلك أرى أن هناك دائما قلق عندما تشارك روسيا عسكريا في الخارج لأن أيا كان ما تفعله روسيا فتصرفاتها تعارض تماما سياسات الولايات المتحدة لأن روسيا تقوض سياسات الولايات المتحدة عن عمد ولكن أود التأكيد على أن الانتقادات الموجهة إلى روسيا وتركيا كانت قوية من واشنطن وأن موسكو بالذات قد تلقت بالمثل إدانة من الولايات المتحدة حول تدخلها في الشأن الليبي ولكن بالتأكيد إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة فروسيا هي المشكلة الأكبر للولايات المتحدة أكثر من تركيا بالرغم من أن الإدارة كانت هناك لكل البلدين وماذا عن الموقف الأوروبي؟ هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى النفوذ على تركيا؟ ماذا عن بريطانيا الاتحاد الاوروبي في الواقع لديه القليل جدا من النفوذ على تركيا التي في الغالب تفعل ما تريد وبطبيعه الحال فالاتحاد الاوروبي منخرط في مواجهه مع تركيا حول شرقي البحر المتوسط وهكذا هناك الان مواجهه متوتره للغايه بين اليونان وتركيا والتي انسحبت ايضا على فرنسا التي نشرت سفنا حربيه في المنطقه لتحذير تركيا وبالتالي فانه وضع غير عادي تماما عندما يكون هناك اثنتان من دول حلف شمال الاطلسي هما فرنسا وتركيا تخوضان نوعا من المواجهه في الوقت الراهن ولذا ارى ان الاتحاد الاوروبي في الواقع لديه القليل من النفوذ على ما تفعله تركيا فتركيا الان لا تعتقد انه سيسمح لها بالدخول الى الاتحاد الاوروبي في السنوات القادمه واعتقد ان تركيا لم تعد ترغب ايضا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وبالتالي فان نوع النفوذ الذي كان لدى الاتحاد على تركيا قبل عقد او عقدين قد انتهى تماما اما سؤالك عن المملكه المتحده فمن الواضح انه لا ترغب في التورط في الملف الليبي بشكل رئيس وبينما دعمت الولايات المتحده الجهود الدبلوماسيه لتحقيق السلام على المدى الطويل في ليبيا لكن من المؤكد ان المملكه المتحده ليست فاعلا مركزيا في ليبيا خلافا لفرنسا التي اصبحت منخرطه بشكل كبير في ليبيا. وايضا ينظر الى فرنسا بانها منحازه للجنرال حفتر وروسيا بشان القضيه الليبيه ضد تركيا. لذلك هناك الكثير من المواجهات بين باريس وانقره. ولكن بالتاكيد فالمملكه المتحده غير متورطه بطريقه رئيسيه. بالرغم من ان بريطانيا دعمت قرار مجلس الامن رقم 25 عشرة بشان ليبيا. على اي حال كانت المملكه المتحده على الدوام داعمه رئيسه لقرارات الامم المتحده هنا ولكن المملكه المتحده ليست مهتمه على ما اعتقد بالتورط عسكريا داخل ليبيا فهي لا تريد ان تنجر الى الصراع كما انها لا تنحاز الى جانب ما فبعض الدول الاوروبيه تنحاز بوضوح الى طرف ما في الصراع لكن المملكه المتحده لا تفعل ذلك على الرغم من انها تعترف رسميا بحكومه الوفاق الوطني كما تفعل الولايات المتحده ومعظم القوى الغربيه ولكن المملكه المتحده على الرغم من ذلك ليس لديها نوع من الاهتمام الاستراتيجي بليبيا مثل فرنسا او ايطاليا او تركيا. نعم ويبدو ان المانيا تلعب دورا في تحقيق السلام في ليبيا. اود القول ان المانيا كانت اكثر نشاطا وقوه من حيث قياده الكثير من المفاوضات الدبلوماسيه ولكن المملكه المتحده بالتاكيد من بين كل القوى الاوروبيه الكبرى التي لعبت اصغر دور في الوضع الليبي منذ اسقاط العقيد القذافي عندما شاركت بشكل كبير في عمليات حلف شمال الاطلسي ضد القذافي لكنها قررت منذ ذلك الحين شغل مقعد خلفي من حيث دورها في الشأن الليبي يعني دكتور غاردنر هل تعتقد أن ليبيا مشكلة أوروبية وليست أمريكية؟ في الوقت الراهن وإلى حد كبير تعتبر ليبيا قضية مهمة للقوى الأوروبية الكبرى إذا شملنا روسيا وأيضا تركيا التي لها موطئ قدم في أوروبا وأعتقد أنه في الوقت الراهن فهذه القوة الأوروبية الكبرى هي الجهات الفاعلة المهيمنة داخل ليبيا لكن الولايات المتحدة قررت عدم التورط فعليا ولا اعتقد ان ذلك سيتغير بالفعل بغض النظر عن نتيجه الانتخابات الرئاسيه في نوفمبر القادم حيث لا اعتقد ان الرئيس ترامب او نائب الرئيس السابق جو بايدن لديهما مصلحه حقيقيه في التورط في ليبيا لان اي نوع من التدخل العسكري الامريكي في البلاد على سبيل المثال سيكون مكلفا للغايه ولن يحظى بشعبيه في امريكا وبالتالي لا أرى أن الولايات المتحدة تلعب هذا النوع من الدور في ليبيا، بل ستسمح للدول الأوروبية للقيام بدور قيادي في هذا الشأن. هل سنشهد تغيير بالسياسة الخارجية الأمريكية بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ لا أرى تغييراً حقيقياً في السياسة المتعلقة بليبيا. او اي تغيير كبير في السياسه تجاه تركيا بل اعتقد اننا سنرى استمرارا للسياسات المطبقه الان لكن بالتاكيد فاكبر تغيير في السياسات لهذه المنطقه سيكون الموقف من ايران مع عوده الولايات المتحده برئاسه جو بايدن الى الاتفاق النووي الايراني الذي يعارض تماما موقف اداره ترامب اليوم اعتقد انه سيكون اكبر تحول اقليميا في السياسه الامريكيه ولكن فيما يتعلق بليبيا لا اعتقد انكم سترون اي تغيير كبير في السياسه الامريكيه على الجبهه الليبيه وبالتاكيد لم يشر جو بايدن الى انه سيكون هناك اي تغيير كبير في موقف الولايات المتحده من هذا الملف ونعرف انه لم يتحدث الا القليل جدا عن ليبيا ولكن ماذا عن الموقف الامريكي باتجاه تركيا وخصوصا اذا فاز جو بايدن فهو انتقد الرئيس اردوغان وسماه بالمستبد نعم اعتقد ان اللهجه بايدن تجاه تركيا كانت اكثر وضوحا وقسوه لكن عندما كانت اداره اوباما في السلطه لم يكن النهج الذي اتبعته تجاه تركيا مختلفا تماما عن نهج اداره ترامب وهناك الان الكثير من الاستمراريه في تلك السياسه لذلك اتوقع ان ما يقوله جو بايدن كمرشح للرئاسه قد يكون مختلفا عما يقوله كرئيس اذا تمكن من الدخول الى البيت الابيض وفي كثير من الاحيان تكون اللهجه اكثر قوه من مرشحي الرئاسه مما هي من صاحب المنصب الفعلي لذلك يبقى ان نرى ما سيحدث ولذلك اتوقع انه بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسيه وبغض النظر عمن يقرر الشعب الامريكي اختياره في نوفمبر القادم لا اعتقد ان النهج تجاه تركيا او ليبيا سيكون مختلفا كثيرا دكتور غاردنر هناك لعبة عروش جديدة في البحر الابيض المتوسط هذا هو عنوان افتتاحية نيويورك تايمز الاخيرة هل تتجه المنطقة نحو حرب اقليمية وماذا على امريكا ان تفعل لتفادي الحرب بالتاكيد هناك الكثير من التوترات الان واعتقد ان ما هو اكثر اثاره للاهتمام حول المواجهه الحاليه في البحر المتوسط هو تورط فرنسا فيها والتي مثل تركيا هي قوه عسكريه لها تطلعات عالميه لكن هذا اكبر بكثير من التوترات بين اليونان وتركيا فحقيقه ان الفرنسيين متورطون الان والقوات الفرنسيه هي الان اكبر قوه عسكريه في الاتحاد الاوروبي بعد غياب بريطانيا عن الاتحاد لكن لا أظن أن هذا سوف يؤدي إلى حرب لأن تركيا وفرنسا عضوان في حلف شمال الأطلسي والشركاء، ولكن يمكن أن نرى تصعيدا في تحشيد القوة العسكرية على كلا الجانبين. سأكون مندهشا جدا إذا تطور هذا في الواقع إلى مواجهة عسكرية فعلية بين البلدين هنا. سيكون من غير المعتاد أن نرى القوات التركية والفرنسية على سبيل المثال تشتبك عسكريا. ومن المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أيضا أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة عسكرية وإن كان يتحدث مرارا حول بناء جيش كبير للاتحاد الأوروبي وأهل مجرة ولكن في الواقع الاتحاد الأوروبي هو مجرد نمر من ورق وكما تعلمين فرنسا في الواقع هي الشكل الرئيس الوحيد للقوة العسكرية العالمية داخل الاتحاد الأوروبي هناك بلدان أخرى لديها قوات عسكرية كبيرة مثل ألمانيا وبولندا على سبيل المثال ولكن داخل الاتحاد الأوروبي ففرنسا إلى حد بعيد هي أكبر لاعب ولا أعتقد أن إيمانويل ماكرون لديه أي نية لخوض حرب مع تركيا لذلك سأكون مندهشا جدا إذا تطور هذا في الواقع إلى سيناريو قتال فعلي ولكننا سنرى كلمات قاسية تتبادل من كلا الجانبين وسنرى تحشيد للقوات العسكرية ولكن سأكون مندهشا للغاية إذا تحول هذا في الواقع إلى شيء أكبر من ذلك I, I'd be very surprised if this actually you know, turns into something bigger than that. وأيضا قال وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي الوحيدة المسؤولة عن التوتر في الشرق المتوسط فهل توافقه الرأي؟ Well, I think that, you know, clearly both sides have strategic interests here, and I think that أعتقد من الواضح أن كلا الجانبين لديهما مصالح استراتيجية هنا وأرى أن تركيا تتصرف بطريقة استفزازية للغاية وتحاول توسيع نطاق نفوذها الى ما تعتبره الدول الاوروبيه ودول اوروبا الغربيه مياهها الاقليميه الخاصه بها ومجالها الخاص. لذا اعتقد بالتاكيد ان الرئيس اردوغان سيختار اثاره شجار هنا. كما انه ينظر الى الاتحاد الاوروبي ودول اوروبا الغربيه على انها في الاساس ضعيفه للغايه. وفي الواقع ان لديه وجهه نظر مصيبه في هذا الشان، يعني ان هناك الكثير من الضعف من جانب الدول الاوروبيه اليوم. ويدرك اردوغان حقيقه ان الانفاق الدفاعي هو في مستويات منخفضه جدا في دول اوروبا الغربيه وبالتالي يعتقد انه يمكن ان يتنمر على الدول الاوروبيه لانها اساسا تبدو ضعيفه ولذا ارى ان اردوغان من جهه يتصرف بالتاكيد بطريقه عدوانيه واستفزازيه للغايه ومن ناحيه اخرى تبدو البلدان الاوروبيه ضعيفه وذلك واضح فهم لا ينفقون ما يكفي من المال على الدفاع وهذا يدعو الاطراف الفاعله الاخرى لتكون اكثر عدوانيه في الواقع ولكن في نهايه المطاف اعتقد ان تركيا على خطا وانها مسؤوله عن تصعيد الصراع والتوترات هنا في نفس الافتتاحية أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب لا تعتبر وسيطاً، كيف تغير دور أمريكا مع ترامب؟ حسناً، فيما يتعلق بنهج الرئيس ترامب في قضية مثل هذه، فإنه يتيح للقوى الأوروبية حل القضية فيما بينها، وهذه وجهة نظر ترامب حيال هذا الأمر. وهو لا يرى بالضرورة أن تتدخل الولايات المتحدة. ومن الواضح أيضا أن البحر المتوسط هو منطقة ذات اهتمام استراتيجي أوثق بالفعل للقوى الأوروبية الكبرى. الولايات المتحدة لديها أيضا مصالح استراتيجية هناك. لكنني أعتقد أن هذا مجال تتراجع فيه الولايات المتحدة أحيانا وتسمح لبعض الدول الأوروبية بالتعامل مع مختلف القضايا. وهذا سيناريو سنراه في الوقت الحالي. بطبيعه الحال اعتقد ان الرئيس يركز كثيرا على السباق الرئاسي القادم وبالتالي ينظر الى هذه المساحه المتوسطيه على انها منطقه ستسمح فيها الولايات المتحده للقوى الاوروبيه بانها تاخذ زمام المبادره في حل قضاياها لذا لا يمكن للولايات المتحده ان تقوم بمهام الشرطي في كل جزء من العالم اي انها في الاساس ليست شرطي العالم وهكذا في بعض مناطق العالم اعتقد ان الولايات المتحده في مكان ما ستتراجع وتسمح للدول الاوروبيه بان تاخذ زمام المبادره وهذه احدى الحالات ولكن الولايات المتحدة هي قوة عظمى يعني الولايات المتحدة طرف فاعل ولكن محايد هذا ما قاله مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في الصراع الليبي فهل يكفي هذا من قوة عظمى؟ الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم بلا منازع ولكن أعتقد أن حتى القوى العظمى لديها حدود لما تستطيع فعله والتي تحد من كميه الموارد العسكريه التي يمكن تكريسها لاجزاء مختلفه من العالم وبالتالي فالولايات المتحده في الوقت الحالي تركز بقوه على اجزاء من الشرق الاوسط مثل استمرار العمليات العسكريه الامريكيه داخل سوريا وفي العراق وافغانستان ايضا وعلينا ان نضيف الى ذلك ايضا حقيقه ان الولايات المتحده حافظت على وجود عسكري كبير في كل من اوروبا واسيا للحفاظ بطبيعه الحال للحفاظ على المصالح الاستراتيجيه الامريكيه في كلتا القارتين لذلك من الصعب جدا ان تطلع الولايات المتحده بدور قيادي كبير في ليبيا حيث قد تنجر الى الانخراط مره اخرى في حاله حرب اهليه كبرى وبالتالي هناك القليل جدا من الدعم من الراي العام للمشاركه العسكريه الامريكيه داخل ليبيا لكن الولايات المتحده ستفعل ما في وسعها من حيث الضغط الدبلوماسي واعتقد انها تحتفظ الى حد كبير بموقف الحياد كما يقول روبرت اوبراين، لكن الولايات المتحده ستفعل كل ما في وسعها لدعم الجهود التي تقودها الامم المتحده في المنطقه ولدعم حمله السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقه. هل تؤيد فرض عقوبات امريكيه على كل من يزعزع امن واستقرار ليبيا وسلامه شعبها؟ بالتاكيد اعتقد ان قضيه العقوبات الامريكيه تناقش دائما في واشنطن وخاصه داخل الكونغرس حول قضيه مثل ليبيا لذلك هناك الكثير من الجهات الدوليه الرئيسيه المشاركه هنا فالروس متدخلون بالفعل بطبيعه الحال وتم وضعهم على لائحه العقوبات من قبل الولايات المتحده في الماضي بسبب اوكرانيا وحول قضايا اخرى ايضا وكانت تركيا قد استحقت عقوبات اخرى في الماضي حول مسائل اخرى ولكن لا اظن ان هناك رغبه في ان تطبق الولايات المتحده مجموعه من العقوبات على الدول المتورطه في ليبيا في هذا الوقت لانها تطبق بالفعل عقوبات على العديد من القضايا الاخرى مثل اوكرانيا الى ايران وكوريا الشماليه على سبيل المثال ولذلك ارى ان تطبيق الولايات المتحده للجزاءات يجب ان يستخدم بعنايه وستقرر الولايات المتحده القضايا ذات الاولويه العليا والمهمه من حيث تطبيق هذه العقوبات وبالتالي نعم اعتقد ان العقوبات يمكن تطبيقها في المستقبل على موضوع ليبيا ولكن لا اظن ان هناك شهيه الان لاعطاء الاولويه لليبيا من حيث تطبيق العقوبات على العديد من الجهات الدوليه الفاعله المتورطه الان داخل ليبيا ودعينا لا ننسى كما تعلمين ان لدينا ايضا دول مثل فرنسا متورطه في ليبيا وبالتالي يصبح الامر معقدا جدا لتطبيق العقوبات الدوليه وفي النهايه كتب السفير اريك الدرمان ان الولايات المتحده تحتاج للتحرك بشكل عاجل الى تولي دور قيادي طال انتظاره لانهاء هذا الصراع المتصاعد او التخفيف من حدته ماذا عن الدور القيادي الامريكي الذي طال انتظاره كانت هناك الكثير من الدعوات لقيام الولايات المتحده بدور اكثر قوه في ليبيا واعتقد ان هذا مثال من امثله كثيره ومن المؤكد ان الولايات المتحده تستطيع ان تفعل المزيد من حيث دورها القيادي لا سيما فيما يتعلق بالجمع بين عديد الاطراف الفاعله وكان يمكن ان يكون هناك المزيد من القياده الدبلوماسيه الامريكيه، بما في ذلك القياده الامريكيه في الامم المتحده في هذه القضيه، واعتقد ان هناك بالفعل بعض القياده الامريكيه الان ويمكن القيام بالمزيد. لذلك هناك دائما مجال لمزيد من قيام الولايات المتحده بدور القياده. وعلى الرغم من ذلك لا اعتقد ان هناك مجالا لمستوى اكبر من التدخل العسكري الامريكي في البلاد. لا اعتقد اننا سنرى ذلك على الاطلاق فيما عدا العمليات المحدوده ضد المنظمات الارهابيه الاسلاميه. فالهدف الاول للولايات المتحده في ليبيا هو ضمان الا تصبح دوله فاشله وتصبح ملاذا امنا للجماعات الارهابيه الاسلاميه. هذه هي الاولويه العليا للولايات المتحده بالنسبه لليبيا. وانا اوافق على انه يمكن ان يكون هناك المزيد من القياده الدبلوماسيه من الولايات المتحده ويمكن القيام بالمزيد من حيث الجمع بين عديد الاطراف المختلفه المتداخله ولكن كما ذكرت من قبل اعتقد ان الولايات المتحده لديها الكثير من التحديات والاولويات الاستراتيجيه في جميع انحاء العالم وان ليبيا ليست سوى واحده من العديد من القضايا التي تعالجها الولايات المتحده وفي بعض الاحيان تحتاج بلدان اخرى الى رفع مستوى تدخلها مثل المانيا على سبيل المثال ويمكن للولايات المتحده ان تطلع بادوار اكبر في ليبيا وينبغي للاتحاد الافريقي كذلك ان يطلع بدور اكبر وهكذا نعم اعتقد ان الولايات المتحده يمكن ان تفعل اكثر مما يقوم به الان الكثيرون من اللاعبين الرئيسيين الاخرين على الساحه الدوليه شكرًا جزيلًا دكتور نايل غاردنر لهذا الحوار على أمل أن يتجدد اللقاء. مشاهدينا شكرًا للمتابعة مني ومن فريق العمل. أودعكم أنا كورين فرحات من واشنطن